السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان أشرح لكم طريقة حذف سجل البحث في انستغرام بالتحديث الجديد. قبل أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي في اليوتيوب، طبعا هذا حسابي في انستغرام وتشرف بمتابعة الجميع. الطريقة القديمة سهلة جدا، مجرد ما تضغط على الإعدادات من هنا تحصل هذا الخيار بالأسفل. الآن طريقة تغيرت شيء بسيط، بس هذا الخيار تغير مكانه فقط مو أكثر من كذا. نشوف سجل البحث من هنا، لما نضغط على سجل البحث من هنا ونضغط على خاصية البحث من هنا المكان، يعني تطلع لك الحسابات اللي أنت كنت تبحث عنها. طبعا الحسابات اللي أنت تتابعها موجود جنبها نقطة زرقاء زي ما تشوفون هنا، وهذا الحساب ما ينحذف من ضمن سجل البحث، هذا تحذفه يدويا، راح نشرح طريقة بعد شوي. أما الحسابات الباقية راح تنحذف، مجرد ما تضغط على حذف سجل البحث راح تنحذف جميع الحسابات الباقية. نشوف الطريقة مع بعض. لما ندخل على الإعدادات من هنا، الطريقة القديمة مجرد ما تنزل للأسفل يكون هنا الحساب حذف سجل البحث هنا باللون الأزرق، لكن الآن الطريقة تغيرت شيء بسيط مثل ما قلت لكم. ندخل على هذا الخيار من هنا زي ما تشوفون، هذا الخيار من هنا مجرد ما نضغط عليه يطلع لنا هذا الخيار حذف سجل البحث. نضغط عليه ضغطة واحدة بس يقول لك هل أنت متأكد من حذف سجل البحث، نضغط على يس نعم من هنا. والآن نرجع إلى خاصية البحث من هنا ونشوف، ونضغط من هنا ونشوف الحسابات اللي كنا باحثين عنها. زي ما قلت لكم تنحذف الحسابات الباقية، لكن الحساب اللي انت تتابعه ما ينحذف. طريقة حذفه بسيطة جدا، تضغط ضغطة مطولة على الحساب نفسه ويطلع لك هذا الخيارات، نضغط على الخيار هذا باللون الأحمر وبكذا يتم حذف سجل البحث بالكامل. أتمنى الشرح كان واضح وبسيط وسهل. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.